العلاقات القديمة يا كرم إذا تبغاها تموت اجعل أول لقاء بعد انقطاع بارد، على طول تموت مهما كانت العلاقة القديمة قوية. بمعنى تخيل انقطاع 10 سنوات أو 15 سنة، أنت داخل بولدك، هو داخل بولده، ألا أي ردة فعل باردة من أحدكما كفيل بموت العلاقة، بموت العلاقة. تبغاها تستمر كن واعي، لاحظ كن واعي في العلاقات. تبغاها تستمر، أنت تبغاه لأنه يستاهل، لأنه يقربك من الله، لأن هذا الرجل في قربه خير. إذا تبغاها تستمر احتفي بها به، إذا ما تبغاها تستمر تعامل بذكاء، بمعنى تعامل ببرود في أول لقاء حتى تقطع تلك العلاقة. وأمر طبيعي جدا أن الإنسان يقترب ممن ينفعونه ويبتعد ممن يضرونه. هذه العلاقات القديمة. ثمة علاقات مخطط لها، وثمة علاقات تنشأ بالصدفة. المخطط لها ليست عيبا، أني أنا أخطط أني أتعرف عليك ليست عيبا، فإن سلمان رضي الله عنه إنما خطط ليكون علاقة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. راح 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 لف لف وحاول حتى تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عيبا أن تخطط لإنشاء علاقة مع شخص ينفعك في الدنيا والآخرة، ليس عيبا. وثمة علاقات تنشأ بالصدفة، بالصدفة. يمكن مر عليكم، يمكن قبل 3 سنوات أو 4 سنوات كان في صورة يعني انتشرت في الواتساب، 2 في طريق الملك فهد تصادموا، وبعدين تأخر عليهم نجم أو المرور وجلسوا يسولفون، ويبدو أن تأخر مرة، واحد من المصدومين معه جيب، والجيب مظنة كشتات وبر، نزل عزبة زينوا الشاهي وقاعد يتقهون في طريق الملك فهد، والناس مصورتهم، طلعت لهم صورة بعد 3 شهور في طرابزون. علاقة، وراح سافروا تركيا، راحوا فلوها، طبيعي جدا. وأنا كنت مرة أشرح عن أتكلم عن العلاقات بالصدفة، قال لي معقب، قال والله العظيم أنا عندي مداخلة. قلت تفضل. قال أنا معقب في الجوازات، يقول كان في شرطي يكرهني وأكرهه. المهم قال قصة طويلة، الشاهد خذ بنته، تزوج بنته، يعني في الأخير صار يقول هذا اللي كنت أكرهه، يقول صرت أجيب أوراقي وأقول على خالي. من أول كنت أسبه وأشتمه. علاقات أحيانا تنشأ بالصدفة، وأحيانا علاقات تنشأ بطريقة مخطط لها. النوع الأخير من العلاقات سنتحدث عنه بشكل معمق بإذن الله تعالى، هي العلاقات العميقة والسطحية. سؤال بسيط جدا، هل علاقتك مع أمك عميقة ولا سطحية؟ المفترض أن تكون عميقة، ترى المفترض، بس ما تدري أنت هل هي علاقة سطحية ولا لا حتى نحرر المصطلح. العلاقة مع أبنائك عميقة ولا سطحية؟ العلاقة مع صديقك هل هي عميقة أو سطحية؟ كل ذلك سنتحدث عنه بإذن الله تعالى بتفصيل فيما يتعلق بالعلاقة السطحية والعلاقة العميقة. ثمة ما يسمى بالعلاقات الإيمانية، هذه إحنا تختلف عندنا يعني عن الغرب. العلاقات الإيمانية هي تلك العلاقات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا عليها. مثلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم شيء غريب، يعني شيء السيرة بحر بس إحنا ما نعرف نغوص فيه. لما تيجي تتأمل علاقات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في تعامله مع الناس هو يتعامل مع الزمن الحاضر، مع الزمن الحاضر. لذلك عائشة تقول في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان مرض مرة، تعب، حتى سألوا عائشة قالوا يا أمه كيف تعلمت الطب؟ قالت من علل النبي صلى الله عليه وسلم، من كثر ما تعب النبي صلى الله عليه وسلم وجبنا له أطباء أنا تعلمت الطب. فقالوا لها، تقول هي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول في آخر حياته هشمه الناس عليه الصلاة والسلام. صعب التعامل مع الناس. لذلك لا تستغرب أن ثقيل حسن خلق في ميزان العبد عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اللحظة الحاضرة مع البشر، ويزور البقيع في لحظة الماضية ويسلم عليه ويدعي له، شوف اللحظة الماضية. ثم يجلس بين أصحابه ويقول ويذكر لهم اشتياقه لإخوانكم. من أخواننا يا رسول الله؟ قال أناس آمنوا بي ولم، إحنا اشتاقنا النبي صلى الله عليه وسلم ما رآنا. شوف العلاقات كيف ممتدة في الإسلام لا يحصرها زمان، سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. وهذه هي العلاقات
الإيمانية. دوائر العلاقة ثلاث، على مستوى العمق اللي قبل شوي، على مستوى الأفقي، الآن على مستوى العمودي. العلاقات إما أن تكون علاقات عامة أو علاقات زمالة منتظمة أو علاقات المعايشة المداومة، الأهل، الزوجة، الأصدقاء الملازمين. كل نوع عمودي من هذه العلاقة له حقوق وواجبات مختلفة، لكن القانون الكبير في العلاقات العامة أنها مبنية على الاحترام، مبنية على الاحترام. الثانية مبنية على الاهتمام والمساندة في العمل، اهتمام مساندة. والثالثة مبنية على المصارحة وإبداء المشاعر. ليس مطلوبا منك في العلاقات العامة واحد جالس جنبك في المطار، الأصل أن تتعامل معه باحترام وليس بحب. مو بلازم حب، مو لازم حب، مو لازم تلتفت عليه وتقول له يعني أنا حاضر عند الحزيمي دورة وكذا بقول لك تراي أموت فيك، ترى أحبك على طول. حين عاد قانون التحرش تروح فيها ما يصير، لأن العلاقة علاقة عامة، الأصل فيها الاحترام وليس الأصل فيها الحب. أما علاقات الزمالة فالأصل فيها الاهتمام، وهي مرحلة أعلى من الاحترام، أن تهتم بمشاكلي، أن تساندني، أن تعينني، أن تقف معي، أن تناصحني، هذا جزء من الاهتمام. العلاقة الأخيرة لا، فوق الاهتمام والاحترام يجب أن يكون فيها إظهار لمشاعر الحب. بس في العمل ليس بالضروري تكون مشاعر الحب موجودة، ليس بالضروري. ولو كان الحب في علاقات العمل شرط ما تكونت فرق العمل. لذلك جاء أبو مريم، أبو مريم هذا الحنفي كان أحد المرتدين في حرب اليمامة، وهو من قتل زيد بن الخطاب، وزيد بن الخطاب كان يحبه عمر حبا شديدا، وكان عمر يقول إني لأجد ريح زيد، وقال رحم الله زيد أسلم قبلي واستشهد قبلي، وبالتالي يحب زيد مرة. من قتل أبو مريم؟ أبو مريم جاء مسلما والتقى بعمر، وكان عمر رضي الله عنه أميرا للمؤمنين. فلما رآه عمر، أنا خليفة الآن وأنت ذابح أخوي، فلما رآه عمر قال إني لأبغضك كما تبغض الأرض الدم، زي الأرض ما تقبل الدم، ما تشرب الدم الأرض. يقول أنا ما أشربك، ما أتشربك، لا أحبك، إني لأبغضك كما تبغض